مساحتنا التالية حتكون مخصصة للأطفال والتعلم. بالآونة الأخيرة انتشرت كثير وسائل لتعلم الطفل والوصول منها من التعلم عن طريق اللعب باعتباره منفذ رئيسي عم تتسرب المعلومات من خلاله للطفل، ومنها بيحل أيضا صعوبات التعلم عنده، وهذا الشيء ممكن أيضا يحفزه على الإبداع والإنجاز. اليوم بدنا نعرف هي الأساليب والطرق، خاصة عم نشوفها هلأ بالروضات الخاصة بشكل كتير كبير. معنا مجد اللوسي خبيرة بالتنمية البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير مجد، أهلا وسهلا فيك. اليوم بنحكي عن التعلم عن طريق اللعب. لما بنقول عن اللعب هو يمكن أكثر شيء محبب عند الطفل، كيف إذا قدرنا نستخدمه بطريقة صح لحتى نعلم طفلنا بعيدا عن التلقين والأساليب القديمة اللي يمكن بتمل للطفل؟ أكيد طبعا. هلأ التعلم عن طريق اللعب هو أسلوب كتير من الأساليب المحببة للطفل، وحتى من الأساليب اللي هي ناجحة بالوقت الحالي. طبعا هي أكيد هي طرائق حديثة، أكيد بعيدا عن التلقين وبعيدا عن الحفظ والأشياء اللي نحن والدبشوره واللي كنا تماما، هي عن طريق اللعب. او حتى الطفل وقت بيكون عم يتفاعل مع اللعبه اللي عم يلعب فيها بالتمرين، هو عم ينقل للعقل اللاواعي عنده الاشياء وعم تضل معه مستقبلا، وعم تفوت المعلومه بطريقه محببه للطفل. نعم. يمكن هي اللعبه هي اصلا صيني او ياباني ما كثير متاكده، المونتيسوري اللي هن مشهوره هلا بالروضات عم يعلموا تمام. الاطفال وخاصه اللي عندهم صعوبات تعلم أكيد. لحتى يشوفوا ذكاء الطفل تفاعله أيضا. خبرينا اليوم عن فوائد التعلم عن طريق اللعب. هلأ فوائد اللعب، فوائد التعلم عن طريق اللعب هو كتير مفيد بالنسبة للطفل. مثل ما حكينا، مثل ما تفضلتي، مدرسة ماريا مونتسوري هي عبارة عن 6 أركان الطفل بيتعلم فيها: اللغة العربية، الحياة العملية، ركن الحسيات. هلأ الفوائد أنه هو الطفل قادر على أنه يقدر يلبي احتياجاته من عمر 5 سنين، وبنفس الوقت يحفظ معلومات بكم هائل كأنه فات لمرحلة ابتدائية. يعني هو عم يقعد 2 سنين عم يلتحق بالمونتسوري 5 6 سنين، هو قادر على أنه الحاجات اليومية، حتى يقدر يلبس الجاكيت، يقدر يلبس بوتو، يقدر يعني يعمل الأشياء، حتى ممكن هو يلبي احتياجاته تبع أنه هو بده يشرب مي، بده هذا اسمه ركن الحياة العملية. هي المدرسة بتدرب الطفل على الحياة العملية. بعدها بدنا ننتقل للحسيات. نحن عم نقوي الحواس الخمسة كلها، عم نميله حاسة التذوق، حاسة اللمس، كل هاي الحواس بي عن طريق تمرين. يعني أنه في تمرين مثلا حاسة التذوق، حأذكر مثال أنه ماريا مونتسوري حاطة مثلا أداة، طبعا حاطة مثلا أداة بده يتذوق، وهو بده يسكر عيونه وبده يطابق الطعمة مع الطعمة الأخرى، بس طبعا بيكون مخربط. نحن هون نمينا حاسة التذوق، أيضا السمع وإلى آخره. طبعا في ركن اللغة العربية اللي هو أنه بيحفظ الحروف بدون ما يمسك قلم. حتى الحساب الذهني عم شوفه. الحساب الذهني هو يعني حنقول منحة تاني، بس الحساب الذهني هو آليته رياضيات، بده يحفظ أرقام وبده يقادر الطفل على أنه يتخيل عمليات حسابية. عمليات حسابية بعيدا عن، بس هو مو عن طريق اللعب، عن طريق التخيل. أما عن طريق اللعب نحن وقت منحط الأداة عند الطفل، هو يعني الشكل حيشوفه حيوحي له أنه هو لعبة، هو عم ينشرح له بطريقة. وطبعا ماريا مونتسوري عندها ممنوع أنك نحن ما في عنا ثواب، ما عنا عقاب للطفل، يعني ما بدنا نعززه للطفل أنه برابو أنت شاطر، أنه هذا أنت واجبك. والعقاب أيضا لا، كمان انه انا ما بدي اعاقبه لاني انا عم بشرح له الاداء. واذا ما عرف الطفل يطبق هي اللعبه معناتها المشكله عند المدرب، بده يرجع يعيد يشرح. والفوائد مثل ما حكينا لقدام، هو قادر على انه اي سؤال ممكن تساليه بالمرحله الابتدائيه هو انه نزل باللاوعي عنده. كثير حلو مجد. لما بنحكي نحن عن التعلم عن طريق اللعب، فهو يمكن مثل ما قلنا بالمقدمه شيء محبب جدا عند الطفل، لكن في طرائق معينه مثل ما تفضلتي وحكيتي من الحواس نحن لحتى نعزز هذا الشيء عند الطفل. انت منبلش الطفل هو قادر يمكن يتعلم بهي الطريقه الحديثه المحببه، وشو هو الفرق حتى بين الطفل المتعلم بطريقه المونتيسوري او الطرائق الحديثه والطفل المتعلم عن طريق التلقين؟
تماما. هلا الطرائق التلقين مثل ما حكينا هي طرائق اعتياديه، والطفل يعني اخذ شيء معين المطلوب عنده، المطلوب فقط. اما الطرائق المونتسورية بتنمي الذكاء عند الطفل، حتى انا بقدر استكشف الطفل، يعني بستكشف هو وين ميوله، يعني هل هو ميوله رياضيات او هل ميوله لغه عربيه او حتى حواس، ممكن اعرف اذا هو فنان او رسام، او يعني حتى عندنا ركن السلام بعرف هذا الطفل عنده، هل هو طفل عدائي ام هو طفل يعني بحب السلام، وانا من خلاله انا بقدر اني اعرف الطفل، وممكن ايضا نمي له مهارات الذكاء، مهارات الابداع. وتفضلتي حضرتك حكيتي من قبل انه صعوبات التعلم، هلا المونتسوري اصلا انعملت لصعوبات التعلم وطلاب التوحد، صحيح. بس صار في دمج، وقت ماريا مونتسوري دمجتهم مع بعض فلقيت الاطفال العاديين كثير ابدعوا. الاطفال صعوبات التعلم هن مشوا صح وابدعوا، اما الاطفال العاديين هن صار في عندهم مهارات ذكاء اكثر وقطعوا شوط كثير كبير. يعني تخيلي هنا هو بالمونتسوري ما بيمسك قلم، وقت يمكن من عمر السنتين او من عمر السن، لا من عمر السنه ونص نحن فينا نبلش مونتسوري. هلا في منهج لسه قبل السنة ونص، منهج جيلين دومان نحكي عنه بالمراحل القادمة. الطفل وقت بيفوت المونتسوري هو ممنوع انه يمسك قلم، ما يمسك قلم. وقت بيفوت على الكيجي او هو حافظ الحروف كاملة، هو بيعرف، فهو حتى وقت نحن اشتغلنا بركن الحياة العملية نمينا له عضلات الايد، الاصابع الثلاثة كلها بتعتمد على هذا الشيء. وقت انا نميت له مسك القلم هو ما رح يتعذب كيف يمسك المسكة غلط، هو فايت حافظ كل شيء وعنده معرفة. هي مسكة القلم يمكن هي اكثر شيء بتسبب كثير مشاكل، خصوصا انه ابني ما عم يقدر يمسك القلم. هو وقت بيتعلم مونتسوري هو كتير مفيد، لأنه في أدوات معينة هو يقدر كيف يمسك، كيف يضبط عضلاته، كيف، فمسكة القلم بتصير عنده كتير بسيطة، لأنه التمرين بتوحي لقدام أنه هو يقدر كيف يمسك القلم. نعم، خلينا نحكي لك عن اليوم، هل أنت بتأيدي أنه كل فئة عمرية تكون لحالة مدموجة مع بعضها عم تتعلم عن طريق اللعب، أو بتفضلي دمج الفئات العمرية مع بعضها؟ لأن احنا عم نشوف هلا بلش أغلب المدارس الخاصة والروضات الخاصة يدخلوا التعلم عن طريق اللعب، بنتمنى تتعمم على الكل لأنه هي طريقة أثبتت نجاحها. يعني أكيد طبعا، هلا الدمج بالمراحل العمرية أكيد لا، يعني أنا ما بحبذ، بحب كل عمر لحاله. حتى المونتسوري يفضل يكون كل ستة عندهم مدرب واحد لحتى هي تثبت النجاح أكثر. نعم. وأكيد أثبتت، يعني هي أثبت، نعمل دراسات عليها وأثبتت نجاح كتير كبير. ولازم كل الروضات نشتغل، لأنه نحن اليوم الطفل حتى لازم واجبات ما نعطيه بالبيت، يعني إذا بدنا نجي للصح نحن ما لازم نعطيه كم هائل من المعلومات. عن طريق اللعب هو حتفوت المعلومة اللي عنده، حتتخزن عنده بالعقل اللاوعي وحتصفى بالوعي. بينما أنا وقت عم بعطيه تلقين هو عم يحفظ، بعدين عم تنتسى، عم تروح من الذاكرة عنده. بينما إذا كانت عن طريق اللعبة، هلا أي شيء أنت بتاخذيه عن طريق الرواق بضل بذاكرتك على طول، فللمدى البعيد هي كتير منيحة. وبتمنى كل الروضات تعمم هذا الشيء وتشتغل بطرائق اللعبة. هي بالمدارس ما أنا موجودة، بس بالروضات. بس بالروضات طبعاً، بالمدارس لا. ممكن بصير الطفل بمراحل متقدمة نبلش بس ندخل له المعلومات على مخه والكم الهائل. إذا بدنا نحكي عن السنوات الأولى يلي بنقدر نستفيد فيها من المونتيسوري، دائما لكل طريقة حديثة، يعني حتى لو أثبتت نجاح كتير كبير بتلاقي بعض الصعوبات، أوقات بتلاقي بعض المشكلات. المونتيسوري من شو بتعاني، وهل هي منظومة متكاملة لدرجة ما نلاقي فيها أي شيء من الصعوبات؟ هلا هي أكيد مدرسة عالمية مثل ما بنعرف طبعاً. مدرسة ماريا مونتسوري. هلا الصعوبات اللي نحن ممكن نلاقيها، نحن تعودنا بطرائقنا، بطرائق تعليمنا، انه نحن دائما بنعزز الطفل، يعني اي شيء نطلب من الطفل دائما انه شكرا وبرافو. هلا المشكله اللي نحن تعودنا عليها حتى يعني بين الام وابنها بالبيت، اذا جاب لها غرض او ساعدها بالبيت هي حتقول له شكرا ويسلم ايديك. يعني نحن كثير عم نعطي، يعني عم نعطي تعزيز للطفل بس هو باللا شعور، وهذا اللي تعودنا عليه. او مثلا نحن بنعزز الطفل هلا بالطرائق اللي نحن كنا فيها، انه اذا اخذ 10 واو. هلا السلبي شوي بالمونتسوري كوجهه نظر طبعا، انه نحن ممنوع التعزيز عند الطفل. يعني هلا اذا بنينا هذا الطفل صح من عمر سنه، هو تعود انه هو ادى واجب،
أدى واجبه، أنا شرحت له واجبه، هو أدى واجبه بدون تعزيز. يعني هي ما بتميز حتى الفروقات الفردية، يعني كل ولد ممكن يكون ولد ممتاز، ممكن هي ما بتميز ولد أنك أنت برابو ممتاز. هي اللي نحن شوي عم نحاول إنه كنا نشجع الطفل، يعني كنا، بس هي ماريا مونتسوري بمنهجها ما بدنا نشجع الطفل، لأنه هذا مثل ما قلت لك واجب، لازم يعرف إنه دراسته هي مستقبله، دراسته هي يعني الهدف اللي حاطه قدامه هي مستقبل لإله مو لإلي، يعني هو عم يدرس الطفل لإلي. فالسلبيات اللي عم نواجهها لأنه نحن يعني عم نعزز، فإنه المفروض نحن نبلش كمنهج صح من العمر السنة وبعيدا عن التعزيز. وحتى العقاب ممنوع، يعني نحن أحيانا الطفل بيجي مو كاتب وظيفة أو ممكن المس تنزعج منه أو إلى آخره. هي ماريا مونتسوري لا، ما نحن ما بدنا نعاقب، ما نعاقب أبدا، ولا حتى بدي أقول له إنه مثلا أنا طبقت تمرين معين من الأركان، ما لو أخطأ الطفل إنه ضبط الخطأ عنده، أنا ما أقول له هذا خطأ للطفل، ارجع عيد مكان الخطأ اللي هو أخطأ فيه، أنا ارجع ببطء. شو الهدف من هي الطريقة؟ الهدف منه إنه أنا الغلط برأي ماريا مونتسوري، إنه أنا الغلط من المدرب نفسه. إني أنا ما وصلت له الفكرة صح، لأنه الطفل هو طفل، هي عم نحكي على صعوبات تعلم، فما بالك الطفل العادي. يعني هي برأيي حتى لصعوبات تعلم مفروض إني أنا أقول له لا، ما ألفت له نظره على الخطأ اللي هو أخطأه، لأنه المشكلة عندي أنا، الطفل هو إسفنجة وأنا عم بعطيه، فهو حيمشي معي على انا برجع مكان الخطا، برجع بعيد التمرين وببطئ محل ما كان عنده ضبط الخطا، بيرجع بعيد المفروض رد الطفل، اذا اخطا مره ثانيه رد بدي ارجع عيد. لانه اللي بدها تشتغل مع الاطفال وخصوصا بالمونتسوري بده يكون كثير باله طويل، وبدها يعني بدها تضبط هي كل المشاكل. نعم، طب خلينا نحكي على هي النقطه، هل في اخصائيين للتعلم عن طريق اللعب ولا اي مدرسه فيها تعطي؟ لانه بنعرف انه كمان مثل ما قلتي في صفات معينه، يعني حتى في التعليم على بعض الأدوات الموجودة أكيد طبعاً أكيد. هلا مو أي حدا أكيد، مثل ما حكينا أول شيء بده يكون باله طويل، بعدين بده تلتحق وتدرس هذا المنهج، يعني بده تدرس الأرك، بده تدرس الفلسفة. عم يصير في دورات تدريبية؟ تماماً أكيد، دورات تدريبية بده تلتحق وبده تطبق، بده تطبق هي قبل الطفل، يعني بده تطبق على الأدوات وبده تمارسهم تمام وتشتغل. هلا لانه نحن في عنا في شيء اسمه فلسفه، حتى هي بدها تدرس العقل الماس تبع الطفل اللي قبل ما انه هو يفوت لعندها، لانه هي حتى غير الادوات حتدرس سلوكيات الطفل، حتعرف هذا الطفل شو عنده سلوكيات محببه، لانه ماريا مونتسوري اخصت الاطفال انه انا اعرف كل شيء عن هذا الطفل، يعني نفسيا كل شيء. فبدها تدرس الفلسفه، فلسفه ماريا مونتسوري، هي حتعرف الطفل مراحله الاولى، العقل الماس كيف هو حياخد هي المعلومات، بعدين حتطبق الأركان كلها، بعد ما تطبقها بدها تشتغل مع الأطفال أكيد، وبدها تلتحق بهالدورة وست شهور تقريبا مدتها. نعم تماما. كثير حلو. طيب اليوم يعني نصائح يمكن بتحبي توجهيها لكل الأهالي يمكن يلي بعد ما سجلوا أولادهم، وهلا يمكن زينب بلشت المدارس وبلشت الروضات، خلينا نقول نصائح للتعلم عن طريق اللعب، شو بتحبي توجهيها لكل الأهل بفوائدها يلي نحن فعلا حسينا فيها من مجرد النقاش، وحتى شفناها على أطفال دخلوا بهي الروضات وشفنا نتائج كثير حلوة. هلا بتمنى من الجميع انه نحن يعني قدر الامكان نقدر انه نخلي اطفالنا يشتغلوا بالمدارس عن طريق اللعب، تمام؟ وكمان بتمنى منهم حتى نحن وقت بدنا ندرس الطفل نعطيه روح الفكاهه، لو ما عندي انا الادوات بالبيت كأم انا اعطيه روح الفكاهه، يعني نفوت المعلومه بطريقه يعني بطريقه محببه بطريقه اللعب. هي بتمنى من جميع الامهات. نعم. وبتمنى منهم انه الكل. نعم. يلحقوا اولادهم بالمدارس اكيد. يعني معلومات كثيره اعطيتينا اياها، بنتمنى اولا عام دراسي هيك يمر على خير وسلام ونجاح للكل، وخاصه الاعمار الصغيره اللي هلا قلب الامهات معلق فيهم، فأكيد يعني الروضات بتسقل لهم كتير مهاراتهم، خاصة مثل ما قلنا التعلم عن طريق اللعب. إن شاء الله يكونوا فعلا عم يستفادوا عليه ونقدر نترجيه المبدع. شكرا كتير لك لوجودك معنا. شكرا لك، يعطيكم العافية. أكيد كل الشكر لك وصباحك خير مرة ثانية.